أخي المواطن وأختي المواطنة، ساكنة إقليم بوجدور، ساكنة حي الأمان، ساكنة القطب الحضاري، اليوم حزب جبهة القوى الديمقراطية مناضلي ومناضلات حزب جبهة القوى الديمقراطية، مرشحي ومرشحات حزب جبهة القوى الديمقراطية، غصن الزيتون يدعوكم للمشاركة بكثافة يوم 8 شتنبر في استحقاقات الجماعية والجهوية والبرلمانية المزمع إجراءها يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021. اليوم احنا في اطار اليوم العاشر من الحملة الانتخابية وفي اطار الاحترام التام لبلاغ وزارة الداخلية المنظم لحملات انتخابية وفي اطار الاحترام التام للبروتوكول الصحي الذي دعت اليه السلطات الحكومية والسلطات الصحية للحد من جائحة كورونا. اليوم نحن رجعنا للمكان اللي تأسفنا كثير اللي عملنا فيه حملة دعاية انتخابية اللي هو القطب الحضاري. اليوم كنشوفوا اخواني، كنشوفوا اخي المواطن واختي المواطنة ساكنة القطب الحضاري، شوفوا غياب التزفيت، غياب التبليط، غياب المساحات الخضراء، غياب المتنفسات، غياب الملاعب. من هي المتنفسات؟ فين هي المساحات؟ اليوم اخي المواطن اختي المواطنة ندعوكم للتصويت، على كل مرشحي ومرشحات حزب جبهة القوى الديمقراطية. الناس اللي رافعين شعار 100 تدبير وتدبير من اجل الكرامة اولا، اليوم احنا داخل الامانة الاقليمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية نرفع شعار، نحن ضد الفساد والمفسدين، اليوم اخي اختي المواطنة الله يجازيك بعملية حسابية. الاحزاب المفسدة الكلاسيكية التقليدية اللي هي عاملة ترشيحات على مستوى القطب الحضاري، ناس جايين غرباء عن المدينة مترشحين في القطب الحضاري، هذا عيب وعار، اليوم احنا في اليوم العاشر من الحملة الانتخابية، كندعوك اخي المواطن واختي المواطنة الله يجازيكم، صوتوا على الناس ديال الزيتونة. احنا مرشحين في الدائرة 25، شكون مرشحين؟ احمد مبشور ود القزان معروف، من ساكنة القطب، ود ابراهيم ود القزان معروف، شو لافيش ديالو معروف، احمد مبشور مع الاخت وفاء الحسناوي، من ساكنة القطب كذلك. اليوم اخي المواطن اختي المواطنة ساكنة اقليم بوجدور، كل الشرفاء، كل الاحرار، كل الحراير، كل نزهاء، ادعوكم للتصويت على الناس ديال الزيتونة. بسم الله الرحمن الرحيم، بوي احمد نان المنسق الاقليمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية. اليوم نحن يعني في اليوم العاشر من الحملة الانتخابية لخوض استحقاقات المقبلة، استحقاقات 8 شتنبر، انتخابات الجماعية والجهوية البرلمانية المزمع إجراءها يوم 8 شتنبر. نوصلوا رسالتنا لساكنة إقليم بوجدور، لكل المواطنين والمواطنات، كل الأحرار، كل الحراير، كل الشرفاء، على أساس أنهم يشاركوا بكثافة يوم 8 شتنبر ويصوتوا على كل مرشحي ومرشحات حزب جبهة القوى الديمقراطية رمز غصن الزيتون اللي رافعين شعار 100 تدبير وتدبير من أجل الكرامة أولا. وهذه رسالة، للجميع، شرائح المجتمع البوجدوري، على اساس ان اليوم عندنا برنامج انتخابي واقعي حقيقي كيلامس شتى القطاعات، سواء القطاعات الاجتماعيه يعني قطاع الصحه، التعليم، التشغيل، الرياضه، مجموعه من القطاعات اللي كنلامسوها، لان احنا مقبلين ان شاء الله على محطه مفصليه بالنسبه لمجموعه من الاحزاب السياسيه. واليوم حزب جبهه القوى الديمقراطيه كمكون سياسي جديد على المشهد السياسي بمدينه بوجدور غيساهم ان شاء الله في خلخله المشهد السياسي بمدينه بوجدور، وغيحاول يوصل رسالة من خلال المواطنين كل ساكنة إقليم بوجدور، على أساس أنه التغيير، ممكن مع هذا الشباب، مع هذه الفعاليات، مع هذا الأطر، أطر حزب جبهة القوى الديمقراطية. الناس، اللي رافعين شعار الكرامة أولا، ولا صوت يعلو على صوت الكرامة، ولا شيء يعلو على الكرامة. أخي المواطن، أختي المواطنة، صوتوا على الناس ديال الزيتونة إن شاء الله يوم 4/8 شتنبر، وأكيد غادي نجسدوا لكم التغيير الفعلي والحقيقي، لأنكم اليوم كتشوفوا يعني التراجع في الخدمات، كتشوفوا البؤس السياسي اللي كتعيشوا المدينة. هادشي ناتج علاش؟ ناتج دائما عن سياسة توريث المجالس، سياسة توريث المجالس المنتخبة، سياسة توريث المقاعد. واليوم ملي كتشوفوا المناضلين ومناضلات حزب جبهة القوى الديمقراطية اللي رافعين شعار الكرامة أولا، ولا شيء يعلو على الكرامة، وتأكد أخي المواطن وأختي المواطنة على أساس أن إن شاء الله سنكون في مستوى الحدث، وإلى الملتقى إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.